هذا من مسائل في حياتي اللي غيرت الحياه ديالي. والحوار عمرني ننسى الحوار اللي طار بيني وبين الملك محمد السادس الله ينصرو لينا. هو سولني على ولدي، قال لي كي داير ولدك سبيل زعما، هذه عمرني تنسى ليا. ملي سولني على ولدي سبيل كانت احسن حاجه في الحياه ديالي، وتفاجات لان سيدنا وكي يسولك على ولدك وعارف شكون هو وداك الشيء زعما، هذه عمرها تنسى ليا في حياتي، وبقات بصمه في الحياه ديالي.